السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الأعزاء؟ أتمنى أن تكون صحتكم جيدة إن شاء الله، وجميعكم يكون بخير. أخذنا في الدرس السابق همزة القطع والوصل، وقلنا أن همزة القطع هي همزة تكتب وتلفظ، ونضع على الألف همزة، وهذا هو الفرق بينها وبين همزة الوصل. قلنا أن همزة الوصل هي همزة تكتب وتلفظ في أول كلمة، ولكن في وسط الكلمة لا تلفظ، وعند كتابتها لا نكتب الهمزة على الألف، وهذا هو الفرق بينها وبين همزة القطع. اليوم إن شاء الله سنكمل باقي الدروس في الوحدة، وسندرس قصيدة موطني وموضوع التعبير عن الوطن، وأتمنى أن تكونوا قد حللتم الواجب. أعتقد أنني أعطيتكم واجب، صح؟ سنبدأ في القصيدة، قصيدة موطني للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان. هذه القصيدة تم عملها أغنية، وقد غناها أكثر من شخص. لنسمعها، وهي هي الكلمات هنا على جانب الفيديو. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبي أو يبي نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد بل نعيد مجدنا التالي مجدنا التالي موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا
يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في علا طاهرا عيدا طاهرا عيدا موطني موطني. إذن طلاب الأعزاء، هذه هي قصيدة موطني، وهي قصيدة معروفة جدا ومشهورة، والكل يغنيها دائما ونسمعها في كل مكان دائما. سنأتي الآن لشرح القصيدة سويا. يقول الشاعر: موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما مناعما وغانما مكرما، هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني. هنا الشاعر ينادي إبراهيم تقان على موطنه، ويجعله مملوءا بالجلال والجمال، ويصفه بكل الصفات الرفيعة الحسنة مثل السناء والبهاء، أنه بهي وسناء، ويترع أراضيه سناء وبهاء. فيقول: يا موطني إن رباك وأراضيك، رباك هنا مقصد فيها الأرض، الربا هي الأرض، كلها جمال وجلال وبهاء، وفيك الحياة السعيدة الهانئة، وفيك النجاة من المعاناة والهم والأسى. ثم يسأل ويستفسر الشاعر من موطنه عن احتمالية رؤية موطنه فلسطين سالما سعيدا، لا حروب ولا نزاعات ولا جوع ولا أسى، يبلغ السماوات علوا وشموخا. إذن هنا يستفسر الشاعر عن موطنه في قوله: هل أراك سالما مناعما وغانما مكرما، يقصد به هنا موطنه وأرضه فلسطين، يتمنى أن يراه سالما بدون حروب ولا نزاعات ولا جوع ولا أسى، فقط يكون غانما مكرما ومحررا، وأرض هانئة يعيشون فيها حياة سعيدة. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك، أي تبلغ السماوات علوا وشموخا. هنا يقول السماك معناها السماء، واستخدم السماء لأن السماء مرتفعة وتتميز أو تدل بالعلو والشموخ. إذن هنا يجعل عفوا يصف كل الصفات الحسنة الرفيعة في بلده وموطنه فلسطين، ويقول بأنها الجلال والجمال والثناء والبهاء في أراضيك، وأن الحياة والنجاة والهناء والرجاء فيك في هواك. عندما نشم هواك فإننا نشم الحياة والنجاة من المصائب والحروب والهناء والسعادة والرجاء. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، كما قلنا أنه يتمنى أن يرى، أو هنا يستفسر الشاعر عن رؤيته لبلده سالما لا حروب ولا نزاعات أو جوع، مكرما وغانما، الحياة تكون فيها هنيئة وسعيدة وهادئة وفيها السلام. المقطع الثاني: موطني موطني الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد، نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد، كالعبيد لا نريد لا نريد، ذلنا ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد، بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد موطني موطني.
هنا يقول الشاعر في هذه المقطع لموطنه إن الشباب يا موطني لن يتملكهم الملل أبدا، إذ ليس لديهم خيار سوى الموت أو الحرية والاستقلال. ليس لديه خيار ثالث، إما أن يكون حرا مستقلا أو يموت شهيدا في سبيل الوطن وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. ولو ذاق الردى الأسى ألوانا، فإن شبابك أيها الوطن لن يقبل أن يكون العدو الغاشم عبدا ذليلا. حتى وإن كنت يا وطني فيك كل أنواع العذاب وكل أنواع الأسى وكل ألوانها وشتى أنواعها، فلن يقبل الشاب الفلسطيني أن يكون عبدا ذليلا للعدو الإسرائيلي. سيبقى دائما مرتفعا مكرما مرفوع الرأس شامخا، ولن يكون عبدا ذليلا في يوم من الأيام للعدو الصهيوني. وهو يرفض ويندد بالذل والعيش المنكد، إذ يرفض العيش النكد الذي يكون مليء بالحروب وبالأسى وبالأحزان، ويأبى إلا أن يعيد مجده التليد وتاريخه المجيد. ولا يريد الشاب الفلسطيني والشباب الفلسطينيين إلا أن يعيدوا تاريخ بلادهم ومجده وتراثه وعاداتهم وتقاليدهم، ويبقون في بلادهم سالمين غانمين بدون حروب بدون أسى وبدون نزاعات. في المقطع الثالث يقول: موطني موطني الحسام واليراع، لا الكلام والنزاع، رمزنا رمزنا، مجدنا وعهدنا، وواجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، يا هناك يا هناك، في علاك قاهرا عداك قاهرا عداك، موطني موطني. في هذا المقطع يتابع الشاعر توقان في قصيدة موطني بمناداة موطنه فلسطين، ينادي عليه فيقول له: لا بديل عن السيف والقلم، لأن العلم والقتال هو السبيل للنصر، وليس الكلام الفارغ والمنازعات التي تؤدي إلى التفرقة والحقد بين أبناء البلد الواحد. فنحن أبناء مجد، أبناء المجد، أبناء العز، أبناء الحضارة والشرف. لم تزل رايات أجدادنا ترفرف عاليا في أعلى أراضيك العالية، تقهر كل الأعادي والمحتلين. إذا هنا يقول الشاعر ويؤكد على شيئين مهمين رئيسيين حتى نستطيع تحرير فلسطين، ما هما؟ السيف والقلم، أي العلم والقتال، فبدونهما لن تتحرر بفلسطين. يجب علينا أن نجعل سلاحنا العلم والقلم، ليس فقط الكلام الفارغ والمنازعات التي تؤدي إلى تفرقة الشعب بين الأبناء الواحد وعمل النزاعات بينهم، بل العلم هو والقتال هو السبيل النصر والسبيل لتحرير فلسطين. فنحن سنبقى أبناء المجد، أبناء شعب واحد، قضيتنا واحدة ومشكلتنا واحدة وعدونا واحد، وهو العدو الصهيوني وليس الأبناء الشعب الواحد. ويقول أيضا: لم تزل رايات أجدادنا مرفوعة عاليا في أعلى أراضيك العالية، أي لا يجب علينا أن نتخلى عن مبادئ أجدادنا وعاداتهم وقوتهم وكل شيء كانوا يتحلون به من أخلاق كريمة وعزيزة وشريفة. فهذه الأشياء إذا تمسكنا بها سوف نقهر كل المحتلين وكل الأعداء لنا. هذه هي شرح قصيدة موطني، أتمنى أن تكونوا قد فهمتموها، واحفظوا الأبيات ستكون في الامتحان إن شاء الله. عندنا أيضا قراءة، قراءة سورة الشمس، تمام؟ سأقرأها لكم ثم بعد ذلك سنأخذ موضوع التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها،
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. أتمنى منكم الطلاب الأعزاء أن تتدربوا على قراءتها جيدا بالحركات وبالأحكام الصحيحة. الآن عندنا موضوع التعبير حب الوطن. قبل أن أبدأ بالموضوع أريد أن أشكر الطالبة يارا ناجي، هي الوحيدة التي قامت بإرسال الواجب على الإيميل. شكرا لك يا يارا على الالتزام بالواجبات وإرسالها لي على الإيميل. أتمنى من جميع الطلاب أن يفعلوا مثلها أرجوكم. أعطيتكم قبل ذلك موضوع تعبير وقوموا بإرساله لي على الإيميل، وهذا أيضا الموضوع. إذن استعن بالإجابة عن الأسئلة الآتية في كتابة فقرة عن حب الوطن. السؤال الأول: لماذا تحب وطنك؟ ماذا تفعل إذا اعتدي عليه؟ بما تشعر إذا غبت مدة طويلة عنه؟ ما أجمل شيء في وطنك؟ ماذا تقول لأبناء وطنك كي يحافظوا عليه؟ ماذا نسمي من يموت دفاعا عن الوطن؟ أجيب عن هذه الأسئلة كلها وقوموا بتجميعها وضعوها في فقرة تسمى حب الوطن، هي ستكون موضوع عن حب الوطن. هذا هو الواجب. أتمنى لكم أسبوعا جيدا أعزائي الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.